Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. يثير قلق دول الاتحاد الأوروبي فهو يثير قلق دول المغرب العربي في ثلاثة لماذا في ثلاثة؟ نضرب هذا القلق في ثلاثة لماذا؟ إذا كانت الدول الأوروبية تقلق من ظاهرة الهجرة الغير شرعية لأنها دول مستقبلة فنحن نعاني منها على ثلاثة أصعدة. نحن نعاني من ظاهرة الهجرة غير شرعية كدول مستقبلة كدول مستقبلة للهجرة من دول الساحل الأفريقي وكدول مصدرة لأن نحن أيضا نعاني من هذا الظاهرة وكدول عبور لأن معظم الأفارقة يفضلون مواصلة الرحلة إلى الجزء الشمالي من البحر الأبيض المتوسط. إذن معليش نقرا من نظرك سي باس ان بروبليم. إذن إشكالية الدراسة، الهجرة ظاهرة اجتماعية كما يعلم الجميع مرتبطة بأبعاد اقتصادية ديموغرافية سياسية أمنية، هي ظاهرة قديمة قدم الوجود الإنساني فيها تتلاقى الحضارات والثقافات مما يؤثر إيجابا على ازدياد المعرفة والتكنولوجيا ونشر الثقافات بين أفراد الشعوب وتقدم نهضة الدول وإقامة دول من العدم. عادة ما تتجه تيارات الهجرة إلى المناطق التي تتوفر فيها فرص العمل وهي تعود بالنفع على أطرافها سواء الدول المصدرة أو المستقبلة أو المهاجرون أنفسهم طالما أخذت شكلها المشروع. هنا لا أحد يتكلم عن الهجرة كمشكل. المشكل أين؟ إذا انقلبت إلى الشكل السري أو الخفي أصبحت هجرة غير مشروعة وظاهرة سلبية تستوجب الوقوف عندها بالدراسة والتحليل. في الوقت الراهن تتصدر الهجرة غير الشرعية لائحة الاهتمامات الدولية والوطنية باعتبارها من القضايا الحساسة التي ولدت إشكاليات عديدة على رأسها الأمن، الاندماج والتنمية، هذا على مستوى البلدان المستقبلة والمصدرة ودول العبور. لهذا نتساءل عن مقدار الضريبة الثلاثية الكمية والكيفية لقاء حركية المهاجر الغير شرعي من إلى وعبر. في الوقت الراهن تتصدر الهجرة غير الشرعية لائحة الاهتمامات كما قلنا، لكن بالتركيز على التحولات التي عرفتها ظاهرة الهجرة في الربع الأخير من القرن العشرين والذي يخص تنامي وتطور ظاهرة الهجرة خاصة من جهة تغيير أشكالها من هجرة الأفراد إلى الهجرة العائلية إلى هجرة الكفاءات والأدمغة إلى هجرة العبور إلى اللجوء السياسي إلى الهجرة الغير مشروعة أو الشرعية. وفي ضوء التحولات التي مست الهجرة غير الشرعية وربطها بالأسباب التي مست البيئة الإقليمية المغاربية والعربية والإفريقية، ما يهم هذه الدراسة هي الأوضاع العامة في الساحل الإفريقي لأنها تعتبر دول أفقر عالمياً نظراً لتدني اقتصاديات دول الإقليم وارتفاع معدل الخصوبة وقساوة نظامها البيئي وصراعات وتمزقات داخلية إثنية وعرقية. الفشل الدولاتي في مالي، هذه الأوضاع وما نتج عنه من فوضى وحروب إثنية عابرة للحدود، تعاظم القطاع غير المهيكل، الفقر، البطالة، التهميش، المجاعة الأمية، هذه الأوضاع التي اعتبرها مواطنو دول الساحل الإفريقي بالمرفوضة والقاسية والسيئة حتمت عليهم هجرتهم غير المشروعة، موازين بذلك الحياة بالموت مقابل بصيصة أمل في تغيير هذه الأخيرة، هذا دون تجاهل التحولات في الأنظمة فيما يسمى بالحراك العربي في بعض دول شمال إفريقيا خاصة تونس وليبيا باعتبارها من أبرز مناطق العبور بالنسبة لمواطني دول الساحل الإفريقي. لهذا استهدفت هذه المحاضرة تسليط الضوء على هجرة مواطني دول الساحل الأفريقي غير المشروعة عبر بلدان الفضاء المغاربي الجزائر تونس ليبيا والمغرب، فهي الأخرى كانت من ضمن تطورات وتحولات الهجرة فقد تحولت من بلدان مصدرة للهجرة إلى مناطق عبور وعبر مختلف المنافذ المتاحة والممكنة على طول ساحل المتوسط مسلطين الأنظار
نحو وجهة واحدة تعتبر الجنة الموعودة وهي دول الاتحاد الأوروبي، وإن لم تتح الفرصة فمناطق العبور هي الملاذ الأخير لهم والمكان الآمن لهم للحفاظ على سلامتهم، مستفيدين من كل الظروف والأوضاع القاسية، معربين بكل الصيغ للتمسك بالحياة في مناطق العبور، ولا بأس من توفر فرص أخرى لمواصلة رحلتهم إلى أوروبا. ومع تفاقم آثارها وتسارع وتيرتها بشكل كبير أمنيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا على مستوى بلدان الاستقبال والأصل العبور، تأتي هذه المداخلة لتقديم مقاربات معرفية لمفهوم الهجرة غير شرعية وتسليط الضوء على تطور هذه الظاهرة في مناطق العبور والعوامل التي أدت إلى تنامي الظاهرة في بلدان المغرب العربي وما يترتب عنها من انعكاسات. فيما تتجلى أهمية الموضوع؟ تتجلى أهمية الموضوع من أهمية تفادي آثار الهجرة، وهذا انطلاقا من أن التعامل مع الأسباب لا مع العوارض هو الأسلوب الأمثل لمكافحة هجرة الشباب غير المشروعة. وأما عن الأهداف فتتمثل في التعرف على موضوعية وراهينية عوامل الدفع التي أجبرت مواطني دول الساحل الأفريقي على الهجرة غير الشرعية بين التأييد والرفض، والوقوف على الحلول والتصورات لتجاوز أزمة دول الساحل الأفريقي. فيما يخص تحديد المفاهيم، الباحثة تبنت التعريف التالي للمهاجر الغير شرعي: هو كل مهاجر يدخل أي بلد دون تأشيرة أو إذن دخول مسبق أو لاحق، ويدخل في هذا كل شخص يستخدم الوثائق والجوازات المزورة مثل رخص القيادة وبطاقات الضمان الاجتماعي وبطاقات العبور عبور الحدود. دول الساحل الأفريقي هي منطقة جغرافية كبرى تضم الدول التي تواجه أزمة اقتصادية وسياسية وبيئية المتمثلة فيما يلي: بوركينا فاسو، جزر الرأس الأخضر، غامبيا، غينيا، بيساو، مالي، موريتانيا، النيجر، السنغال، وتشاد. ولأن الاختلاف وارد في النظر للموضوع بين دول شمال المتوسط وجنوبه، فمن الضروري التعرض لهذا الاختلاف. يعني دول شمال البحر الأبيض المتوسط لا تنظر إلى ظاهرة الهجرة مثل دول جنوب المتوسط. إذن تعريف دول شمال غرب المتوسط للهجرة هي خطر من عدة نواحي ولعدة اعتبارات، منها الإخلال بالنواحي الأمنية والاقتصادية وبالبناء الديموغرافي، بينما تعريف دول جنوب غرب المتوسط للهجرة هي ظاهرة نتجت عن التفاوت الاقتصادي بين الشمال والجنوب، وأيضا لعدة اعتبارات منها التباين في المستوى الاقتصادي الذي عمل على تذبذب وتيرة نموها، عدم قدرة دول الجنوب بمفردها على معالجة مشكلة البطالة، فرض مكافحة الهجرة غير الشرعية من قبل دول الشمال بآليات أمنية لم تؤدي إلى العلاج. إذن صلب الموضوع وهو معبر دول المغرب العربي، وقد عبر عنها بالعبارة التالية: من معبر أمل وبريق إلى مقبرة وغرق وحريق للمهاجر غير الشرعي من إفريقيا إلى أوروبا. تشكل الدول الأوروبية كما نعلم مركز استقطاب رئيسي للمهاجرين غير الشرعيين في العالم، وربما هو الأول من حيث حجم التأثير، ويلاحظ أن منافذ الوصول إلى أوروبا واضحة وجلية على امتداد البحر الأبيض المتوسط من الدول العربية الإفريقية خاصة، حيث تنتشر بقوة في المغرب ثم تأخذ بالتنافس تدريجيا عبر الجزائر وتونس وليبيا ومصر، ثم تعود للظهور على الحدود التركية لكن بدرجات أقل. هذا مع الإشارة أن هذه الظاهرة تبقى غامضة إحصائيا بحكم ابتعاد المهاجر غير الشرعي عن دوائر الرقابة والإحصاء الرسمية، وفي وقت توفرت فيه آلية تفنن المهربين وحتى المهاجرين غير الشرعيين في تضليل أعوان الأمن والجمارك ومعرفتهم لبوابات العبور الحدودية، وكذلك معرفتهم بالممرات البرية التي تقل فيها نقاط المراقبة من قبل حرس الحدود، بالإضافة إلى تعرفهم على المسالك القانونية وبالتالي تفاديها. وعليه فقد شهدت مناطق جنوب الصحراء الكبرى منذ العقدين الأخيرين تزايدا في أعداد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي،
الى دول الاتحاد الافريقي الاوروبي عفوا بوسائل نقل غير مؤمنه، ما عرض بعضهم الى اخطار جمه، ولا يمر اسبوع دون ورود اخبار عن غرق احد القوارب غير صالحه للملاحه بكل ركابها، واخبار عن جثث تلقيها المياه على الشواطئ، واخبار عن اشخاص دفعوا مبالغ طائله للمتاجره بالبشر. وفي هذا ايضا تشير احصاءات الامم المتحده الى نحو 2 مليون شخص قد نزحوا الى المملكه المغربيه برا من بعض الدول الافريقيه خلال 5 سنوات الاخيره، وتوجه معظم هؤلاء الى اسبانيا بحرا، ما عرضهم الى الكثير من الاخطار، وقد وصل خلال عام 2006 اكثر من 27,000 مهاجر الى لاجئ عفوا الى جزر الكناري عن طريق قوارب قديمه غير مؤهله للرحلات البحريه، وقد وصل 145,000 الى الاراضي الايطاليه، بينما وصل 1,600 شخص الى اراضي جزيره مالطا. وتجدر الاشاره الى ان بعض هؤلاء المهاجرين لقوا حتفهم غرقا. المهاجر الغير شرعي في دول الساحل الافريقي يؤسس دوله من العدم. تكلمت عن نموذجين، الأحراش المغربية نموذج دولة من العدم، لأن الأفارقة يشكلون نسبة عالية من المهاجرين السريين، فالأنظار موجهة طبعا إلى دول المغرب العربي لأنها منطقة عبور إلى إسبانيا والدول الأوروبية الأخرى، وتدل مدار الحياة ببليونج المغربية على حجم المشكلة من الناحية الإنسانية والاجتماعية، فلم يعد اسم بليونج أو غورغو مرتبطا بالمغرب بقدر ما بات مرتبطا بالقارة الأفريقية أكملها، بل إن العشرات من الأفارقة القادمين من أعماق القارة الأفريقية يقطعون آلاف الكيلومترات منتقلين عبر شاحنات وسيارات مختلفة أو سيرا على الأقدام من أجل الوصول إلى العيون أو الرباط أو طنجة. النموذج الثاني تمنراس، المدينة النموذج لمختلف الجنسيات، تمنراس أقصى الجنوب الجزائري. نفس الشيء يمكن أن نقوله عن عاصمة الجنوب الجزائري تمنراس، أو المدينة النموذج لمختلف الجنسيات الإفريقية. هذه المدينة أصبحت ثاني شيئا واحدا بالنسبة للمهاجر الأفريقي، إنها المحطة الأخيرة التي يمكن أن يستريح بها بعد شهور طويلة قطع خلالها آلاف الكيلومترات وسط صحراء إفريقيا وشمسها الملتهبة، حيث فقد العديد من أصدقائه في الطريق وصافح الموت أكثر من مرة، حاملا معه ذكريات مؤلمة عن قارة تدعى إفريقيا. يمكن أن نضيف إلى هذا ذكريات قاسية عن رحلته قبل تبني فكرة الهجرة وحين التنفيذ وبعد تنفيذ قرار الهجرة. والأهم من ذلك سرعان ما تمكن هؤلاء من تنظيم أمور حياتهم، وعندما أدركوا أن مكوثهم المرحلي يمكن أن يكون طويلا فأنشأوا دولتهم الصغيرة في الأحراش المغربية والجزائرية، ولحل مشاكلهم الداخلية وصراعاتهم الإثنية التي رافقتهم أنشأوا مجلسا للحكماء يضم ممثلين عن كل عشيرة كلما اقتضت الضرورة من أجل الفصل في جملة من الأمور وتحديد المسؤوليات، وأحيانا إصدار الأحكام في حق المخالفين لقانون العشيرة. فمسألة بث الوعي ودق الناقوس، ناقوس الخطر أيها الحضور الكريم، أمست إجبارية في كل الظواهر السلبية التي يمكن أن تتولد في المجتمع الجزائري والمغربي بعد عقود قليلة فقط. والخطر الذي تعيشه عاصمة الجنوب الجزائري وضواحيها والمدن المغربية أقوى دليل تعدد الأعراق والأجناس، الديانات، التسول، تغيير التركيبة الاجتماعية، طوابير العمال على حافة الطرقات، مما يستدعي ماذا؟ ضرورة التعجيل بالسيطرة على الوضع الأمني في المنطقة وضواحيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين. السؤال المطروح هنا، ما هي الحلول المقترحة لتجاوز أزمة دول الساحل الأفريقي والتي بإمكانها الحد من دائرة الهجرة غير الشرعية؟ تنصب الحلول للحد من أزمة دول الساحل حول 4 مجالات: الحلول الدولية والسياسية والأمنية في إطار التنمية الشاملة. فللحد من الهجرة غير الشرعية وجب على المجتمع الدولي التجنب لإعادة ثقة الشعوب المستعبدة
والمسلوبة الإرادة في تغيير أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية من خلال إصلاح النظام والحكومات وتغيير الأنظمة السائدة فيها. بالنسبة لدول الساحل، فتح مجال التفاعل والتعاون فيما بينهم للعمل من أجل التنمية، تنمية دولهم، وكذلك الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، توفير الأمن والسلامة للمجتمع والاستقرار الاجتماعي، التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية في توزيع الوظائف من خلال إنجاز مشاريع وبرامج داخل الوطن، وتوفير تنمية اجتماعية للفرد وخاصة لذوي المؤهلات العلمية والعملية، تشجيع المقاولة الحرة مع الدعم المادي في البلد الأصل لتوفير مواطن الشغل، فتح مجال الاستثمار داخل دول الساحل الأفريقي، كف دول الغرب عن استغلال الفاحش لمدة عقود وهو ما سيحسن المعيشة في دول الساحل الأفريقي، فتح أبواب المفاوضات بين الأطراف المتنازعة، تكثيف الرقابة على السواحل للتقليص قدر الإمكان من عمليات الهجرة غير الشرعية، والنظر في وضعيات الشباب العاطل عن العمل غير المؤهل والمؤهل أيضا علميا، سن اتفاقيات دولية لتوفير أكثر مواطن شغل داخل الساحل من خلال قدوم شركات أجنبية، هذا فيما يخص داخل الساحل الأفريقي. حلول للتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين في بلدان الاستقبال أو العبور. استقبال يليق بالبلاد التي يلجؤون إليها، أي المساواة، العدالة، احترام الذات. كيف ذلك؟ صحيح أنه دول العبور هي أيضا تعاني من أزمات ولا تستطيع احتواء الظاهرة، لكن وجدت نفسها بين مطرقة الأمن القومي وسندان حسن الجوار، وجدت نفسها بين أمرين أحلاهما مر. هل أضمن حسن الجوار أم أضمن الأمن القومي؟ ولهذا قلت أنه استقبالهم استقبال يليق بالبلاد التي يلجؤون إليها من مساواة وعدل واحترام الذات، مساعدة على قدرات الإيواء وتقديم العلاج وفرص العمل، إرجاع المهاجرين إلى أوطانهم قبل الوصول إلى البحر والتشجيع على العودة، محاولة إدماج المهاجرين الأفارقة في المجتمع المغاربي بصفة عامة وعدم التمييز العنصري والاستفادة من إمكاناتهم في إطار مشروع العودة إلى أوطانهم. مجال التوعية والإرشاد، مثلا توعية وإرشاد عن مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال متضرري الهجرة غير الشرعية أنفسهم، عرض شهادات حية عن الوضع الصعب والمأساوي الذي يعيشه أغلب المهاجرين غير الشرعيين، توعية المجتمع بمخاطر هذه العملية من خلال حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام على كثرتها، طبعا توعية الإعلام بمخاطر الهجرة غير الشرعية على المواطن وأسرته ومجتمعه ووطنه، التوعية المتمركزة على الإقناع، التوعية الدائمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، إدراج برامج توعوية عبر جميع وسائل الإعلام طبعا. أنا سأختصر لأؤكد على نقطة هامة جدا، الجدير بالذكر أن شباب دول الساحل الأفريقي يغيبون عقيدة العمل والصبر والمثابرة ويجرون وراء الثراء العاجل، الأمر الذي جعل الكثيرين يغامرون بأرواحهم. أختم على ما أظن احتراما للوقت. إذن في هذه المداخلة تناولت هذه المداخلة نقاط عدة شملت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعظم الأسباب والعوامل التي شكلت الأوضاع العامة التي أجبرت الكثير من مواطني دول الساحل على رأسهم الشباب أفرادا وجماعات على خيار الهجرة. ولقد خلصت هذه المداخلة إلى جملة من النتائج المتمثلة في الحلول والتوصيات التي اقترحتها الباحثة لتجاوز أزمة دول الساحل الأفريقي، وقد شملت عدة مجالات متمثلة في الحلول الدولية والسياسية والأمنية في إطار التنمية الشاملة، مجال الإرشاد والتوعية، مجال تحسين التعليم والخدمات، مجال توفير الشروط العامة للحياة التي تضمن العيش الكريم للمهاجرين غير الشرعيين في بلدان الاستقبال والعبور. ونلفت الانتباه في الأخير أن مواطن دول الساحل اليوم تائه أمام مشهدين، الأول إيجابي يعرض بريق الهجرة لدى دول الاستقبال أمل وفرص عمل، والآخر يعرض ألم ومساوئ الهجرة غير مشروعة وأوضاعها المزرية على مستوى بلدان الأصل كما هو راهن الأوضاع في إفريقيا.
ولعل الحلقة الأهم في دراسة الهجرة غير الشرعية لا تنحصر عند الأسباب وإنما بالإشارة لحجم التهديد على الانسجام والتماسك الاجتماعي انطلاقا من نمط العلاقات الاجتماعية التي أصبحت غير متجانسة في المجتمعات المغاربية عاكسة بذلك حالة الاغتراب اللا أمن انتشار مختلف المشكلات الاجتماعية وهي في الحقيقة تعكس إفرازات لواقع مغاربي لا يستطيع احتواء الأزمة وشكرا على حسن الاستماع.